ساءت مصيرا. ولله الذين كفروا وازرا. ووجدك عائلا فأغنى. يؤتيهم الله أجرا حسنا وعزة. عزيزي وابن الشيخ محمد عزيزي. وتصور الموت أمامه. الله سبحانه وتعالى الذي وفقني. السر، السر اللي ما يضيق به صدر، سر رباني. أحفظ وزيد وكون من الخاتمين، أحفظ وزيد وكون من الخاتمين، حمالين كلام ربي وعلى نبينا نصلوا، هو خيار من خلق العالي الباري. ألف صلاة وسلام على النور الهادي. دائما حصة يوم الجمعة صباحا ويوم السبت صباحا لتثبيت القرآن الكريم. يعني يوم الجمعة يقرأوا 28 مرة ويعاودوا 28 مرة، معناها ربوع 40 مرة، ثم يعيدونه ويعيدونه ويعيدونه وينتقلون الأسبوع المقبل. تقريبا يقرأ في الشهر حزب. أطلقنا مشروع المقرأة الإلكترونية في زمن مارس، شهر مارس، ولله الحمد تواصل الناس معنا حتى وصل العدد إلى 130 مشاركا، يعني من الجزائر ومن خارج الجزائر يتواصلون يوميا بالحفظ. بلغ عدد الذين ختموا فقط في زمن كورونا من مارس إلى آخر تلميذة اللي هي بشرى الحاضرة معنا، يعني 12 خاتمة. سبحت للخالق، سبحت للخالق، حفظ كلامه في صدور صبايا وصبيات. مريم، مريم زينة البنات، صوتها، صوتها بالذكر تقول الماء في السواق رقراق. زادت على الإيمان ختم القرآن، تبارك الله، تقول القمرة طلت ولا الشمس ضوات. قال الشيخ تبارك الله، نعم البنات أخلاق وحفظ وإتقان، يرحم البطن اللي حمل، يرحم اللي ربه وحي. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم. أختكم في الله عمري مريم، أبلغ من العمر 18 سنة، من مواليد سنة 2003. نشأت بمدينة المشرية ولاية النعامة، وقد أكرمني الله عز وجل بحفظ كتابه الكريم.
بدأ مشواري مع القرآن الكريم أو حياتي مع القرآن الكريم منذ الصغر، كنت أبلغ آنذاك 5 سنوات. ألحقني والدي الكريم بالمسجد، حفظت على الشيخ عامري عبد الله بطريقة اللوح، ثم أتممت جزء عمه. حق الحمد لله مريم تلميذة منذ الصغر متعلقة بالمسجد منذ السنوات الأولى من التعليم الابتدائي. كانت سنواتها الأولى في أحضان رياض الأطفال بجمعية الإرشاد والإصلاح 4 سنوات 5 سنوات، بعد ذلك التحقت بالدراسة. ثم من المدرسة التحقت بالمسجد بحكم قرب البيت من المسجد. الحمد لله عامل الاستقرار لأئمة المسجد كان مساعدا في تحفيظها للقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. من المشاريع المثمرة أو من الأعمال التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة هؤلاء البنيات وهؤلاء الطلبة وهؤلاء التلاميذ، ومنهم طالبة المتميزة عامري مريم التي هي من جملة الطالبات اللواتي يسند إليهم أمر الإشراف وأمر استخلاف حاضرا وغائبا. يعني هي خلود، أسماء، شبعات، زينب، رقية، أنفال، هؤلاء العدة التي نعتمد عليها حاضرون وغائبون. والحق والحق أقول يعني مريم متميزة في أخلاقها، متميزة في صبرها، متميزة في أهدافها، متميزة في نشاطها، متميزة في قراءتها المتقنة لأحكام القرآن الكريم. يعني لها إدراك بالأحكام، لها إدراك بالمقامات، لها أدبياتها في التعامل مع أخواتها، مع جيرانها، مع صديقاتها، لها فنون كيف تستطيب الطرف الآخر وتشده إليها ليأتي معها ليحضر درس القرآن أو درس التفسير وغير ذلك. لها نشاطات أخرى، أنها تشرف على قسم مع المرشدة، لها إشراف مع نادي الكوثر، نادي مع الإرشاد. يعني لها فروع الخير منتشرة توتي أكلها كل حين بإذن ربي. يعني هذه بنت عزيزة علينا كلنا، مدومة للمسجد لحفظ الكتاب العزيز، لا تتغيب لحظة، كانت تحفظ عن تأتي للمسجد تحفظ الورد التحادية ثم تلقيه على الشيخ موسى، والآن ختمت القرآن ما زالت مداومة على المسجد. تحفظ برواية ورش عن طريق الأزرق بأحكام التجويل، ثم انتقلت إلى عند الشيخ موسى زلاطي، وقد وصلت الحفظ عنده إلى أن أتممت عنده وعند المرشدتين الكريمتين من يوم 9 سبتمبر 2018. مرحلة التثبيت أحفظ يعني أراجع تقريبا حزبين إلى 5 أحزاب. بفضل الله عز وجل وتيسير منه، الحمد لله وتوفيق من الله عز وجل، وبمساعدة الوالدة والوالدين، الحمد لله يعني كانت تمشي بخطى ثابتة، وكان عمل منظم، كانت لم تستعجل الختم ولكن كانت بخطى ثابتة، ولم يؤثر حفظها للقرآن الكريم يؤثر عليها في الجانب الدراسي، بل زادت تمسكا بالقرآن الكريم. كان هناك توفيق كبير من الله عز وجل، يعني أنظم وقتي ترة بين الحفظ يعني بين الدراسة وبين المراجعة. كان له أثر في جميع المجالات من ناحية الأخلاق ومن ناحية المعاملة وكل شيء.
يعني أنا رضا ربي وتكمن سعادتي في القرآن الكريم. إحساس بختم كتاب الله إحساس رائع، وكما أحسست به أتمنى هذا الإحساس يعني لكل الطالبات لمن هم ملتحقين بالمسجد. هي أخت وصديقة وحبيبة، يعني لا يصف اللسان مقامها. فهي صديقة دربي، بدأنا المشوار القرآني مع بعض. عندما تنطلق الألسن لتعبر وتصف وتشهد عن مريم فإنها تشهد لها بكل الخير، يعني من ناحية أخلاقها الفاضلة وتفوقها في الدراسة وتسامحها وعطفها وقلبها الطيب والرقيق وصبرها. يعني هي كانت سابقة في ختم كتاب الله الكريم، مما شجعنا على أن نختمه نحن أيضا، وكانت لنا قدوة، مما جعلنا أيضا نلتحق بها. يعني تدريجيا مع الوقت يعني الطفل ينشأ مرحليا ومرحلة بعد مرحلة، يعني مرحلة الطفولة، مرحلة اللعبة، مرحلة اللعب، مرحلة الحمد لله يعني كانت تتفسح تلعب وفي نفس الوقت تحفظ القرآن الكريم. ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. على بركة الله نشرع في الحفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما يا خالق. يا خالق الأرض والسماء والبرور واللي في الماء، يا خالق الأرض والسماء والبرور واللي في الماء، احفظهم احفظهم حمالي القرآن، صبيان وصبيات مع صاوك مازل بهم لسان، عند الطالب حضروا باللوحة والقلم والقلب ليمان عامر، ختموا كلام الله والدنيا بيهم فارحة. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فليس كل من تهواه يهواك قلبه، وليس كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجئ تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد مصفا.